خلال اجتماعنا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربيه والتعليم والتعليم الفني ومدير الاكاديميه العسكريه المصريه، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله التركيز على تطوير الكوادر البشريه ومنظومه المعلمين، وذلك في اطار التوجه الاستراتيجي للدوله بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافه، وخاصه العنصر البشري وايلائه الاهميه التي تليق به باعتباره اساس بناء الشخصيه وتكوين الانسان. واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع تناول متابعه تطوير تطوير منظومه التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسيه خاصه ما يتعلق بمحور المعلمين حيث طلع الرئيس السيسي في هذا الاطار على جهود دعم الكوادر البشريه من المعلمين وحسن انتقائهم وتوفير الاعداد المناسبه منهم بما يتوافق مع اعداد الطلاب الى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم وكذا تاهيل مديري المدارس بما يتوافق مع اعلى المتطلبات الفنيه والشخصيه الواجب توافرها في حاملي أمانة هذه المسؤولية الكبيرة <applause>